المحاضره رقم 9 في الموديل بيلدر. ايه الاوبجكتيفز بتاعتنا؟ البيزكس موديل بينيفيتس ران ستيتس دوكيومنتيشن بارامترز موديل ديالوج ويز بارامترز اند دوكيومنتيشن. وهناخد اكزامبل مع بعض موديل بيلدر فانكشنز وازاي بعمل بافر وانترسكشن. بيزكس مودلز ار ا سيريز اوف جيو بروسيسنج تول. احنا قلنا يعني اتفقنا من المحاضره اللي فاتت ان احنا هي مجموعه من الفانكشنز او سيريز اوف جيو بروسيسنج ذات فاسيليتيت اماونت اوف كومبلكس اور ريبيتيتيف تاسكس. موديل بيلدر از جيوغرافيكال انترفيس ذات الاوز يوزر تو ايزلي كرييت. يبقى بيعمل بسهوله موديل يوزنج اكزيستنج تولز ان اند ايه داتا. ريكواير نو بروجرامينج اكسبيرينس. مش محتاج اي بروجرامينج خالص. اني تول سكريبت اور داتا كان بي انكلودد ان ذا موديل باي دراج اند دروب. فكده احنا بنعمل دراج للتولز اللي ارك تول بوكس او للداتا اللي موجوده عندي في التي او سي. الاوتبوت فروم وان تول مي بي يوزد از انبوت تو وان اور مور اذر تولز. يبقى هي ممكن تبقى انبوت لتول واحده او ممكن تبقى اكتر من انبوت لاكتر من تول. ده شكل برضك يبين لنا التول 1 وتول 2 الاوتبوت بتاعهم يبقى على تول 3. موديل بينيفيتس ايه الفوائد بتاعت الموديل؟ نقول مره تانية مودلز بروفايد ايزي واي تو انتربريت فيجوال ريبريزنتيشن. يبقى ده بسهوله ان انا اعمل ورك فلو. مودلز كان بي ريوزد اند شيرد. يبقى انا ممكن استخدمها في اكتر من مره وان انا ممكن اعمل لها شيرنج بيني وبين اي حد تاني. سهل ان انا اعمل لها موديفيكيشن. مودلز ار ماتش مور كونفينينت ذان رانينج ميني تولز انديفيديوال. بدل ما اعمل كل تول لوحدها يبقى مجموعه التولز دي كلها بعملها رانينج مره واحده. مودلز كان بي يوسفول ان بروجكت دوكيومنتيشن. بقى ممكن انا برضك بعمل دوكيومنتيشن لبروجكت معين بستخدم الموديل بيلدر. ران ستيتس نوت ريدي تو ران انبوت از هنا الفانكشن نفسها باللون الابيض. ده معناه ان هي انكمبليت ما مش كامله. يبقى في بارامتر ناقص عنده او في انبوت ناقص عنده. لغايه ما تاخد اللون البرتقاني والاخضر يبقى هي كده ريدي ان انا اعمل لها رانينج بالشكل دوت. دوكيومنتيشن يبقى انا ممكن استخدم الموديل بيلدر ده ان انا اعمل دوكيومنتيشن بتاعتي فور موديل كان بي فيود ان ذا موديل ديالوج بوكس ار كاتالوج او ديسكتوب هيلب. اون ذا موديل context menu in our catalog choose item description then click edit icon to add information. يبقى جوه الار كاتالوج انا ممكن اعمل الاد انفورميشن ديت او بيزك دوكيومنتيشن نيم وليبل وديسكريبشن. ده الديسكريبشن بتاعي وازاي بضيف الديسكريبشن دوت. البارامترز اني انفورميشن يوزد باي ا تول از ا بارامتر. يبقى التول ديت لو هي محتاجه بارامتر حاجه مثلا زي البفر. البفر دي انا مديها محتاجه مني بفر ديستانس يبقى دي بارامتر يبقى لازم ادهوله. يبقى البارامترز كان بي هارد كودد اور سيت سو اي يوزر كان ايه كان انتر فاليوز او ان انا ممكن اخلي اليوزر هو اللي يدخل الفاليوز دي. فور اكزامبل اوفن ا جود ايديا تو سيت تول انبوتس از بارامترز تو ميك مودلز مور فليكسبل. يبقى انا ممكن اخلي البارامترز دي متغيره دايما بحيث ان اليوزر ممكن يغير فيها بسهوله. البارامترز هي تول بارامترز كان بي سيت يوزنج ذا اوبن او اوبشن اون ذا تولز كونتكست منيو. دي ده اكزامبل للبارامترز اللي انا ممكن ادخلها. ده اكزامبل برضه للفاريبلز اللي ممكن تكون موجوده جوه الموديل. موديل ديالوج لو هو مش محتاج اي بارامترز يبقى هيطلع لي الرساله ديت نو بارامترز اور دوكيومنتيشن. We some model have no parameters. Example with parameters بيظهر الحرف ال P ده هوت are now parameters. Variable names are more meaningful. فهنا بيظهر لي حرف ال P على ال التول نفسها أو الأيكون نفسه بحيث إن هو ده يبقى كده محتاج أو إن ده parameter بالنسبة لي في الموديل بيلدر. Model dialogue with parameters and documentation. Parameters are listed in the order they were added to the model. Order can be changed in the model properties. ده شكل الكليب مثلا محتاج ايه البارامترز اللي جواه او الاوبشنز اللي جواه.